الأقوى لاعب في ولاية الواد، أفضل لاعب في ولاية الواد، أحسن لاعب أنجبته ولاية الواد حاليا. ما نقدرش ممكن كان لاعبين ما نقدر مانيش على دراية بهم ياسر. ممكن ما كان لاعبين ممكن مش على دراية بهم. ممكن نقول حاج سعد، ممكن نقول حاج سعد لولا لولا تاريخيا تاريخيا الوقت الحالي.